مافن التمر والقهوة. ومقادير المافن: 1.5 كوب قهوة سخنة، 1 كوب تمر، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 3/4 كوب زبدة، 1 كوب سكر بني، 2 بيض، 1 كوب لوز بودرة، 0.5 كوب دقيق ورشة ملح. هنحط الزبدة والسكر البني وهنضربهم مع بعض، وبعدين هنزود عليهم البيض واحدة واحدة. دلوقتي هنضيف كل المقادير الجافة. هنحط اللوز المفروم، الدقيق، الملح والبيكنج سودا، وهنبتدي نضربهم. واحنا بنضربهم هنزود القهوة السخنة. نقلب علشان كل حاجة تختلط ببعض. يبقى كده فاضل ان احنا نحط التمر. وانا في الاول قريت غلط، هي مش كوبايه ونص قهوه، هي نص بس. وهنزود التمر زي ما احنا شايفين، وهنجيب صينيه الكب كيكس متحضرة ب ورق الكب كيك، وممكن نعملها بالزبدة والدقيق. هندخلها الفرن بدرجة حرارة 160، وهتقعد في الفرن حوالي 20 أو 25 دقيقة.